تضامن شعبي على تويتر على مع المحامية اليمنية زعفران زايد. التضامن جاء بعد إصدار محكمة خاصة خاضعة لميليشيات الحوثي حكما غيابيا بإعدامها وزوجها فؤاد المنصوري بتهمة التعاون مع التحالف العربي في إخراج الطفلة بثينة الريمي من اليمن لعلاجها. تفاصيل أكثر عن زعفران زايد نتعرف عليها من مراسل الحدث في اليمن سامي نعمان. بالأمس أصدرت محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي بصنعاء حكما قضى بإعدام الناشطة ورئيسة مؤسسة تمكين المحامية زعفران زايد وزوجها فؤاد المنصوري بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية لإخراج الطفلة بثينة الريمي من صنعاء إلى عدن ومن ثم إلى الرياض بعدما تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برعايتها وعلاجها في أعقاب غارة جوية خاطئة. بطبيعة الحال كانت ميليشيا الحوثي تستخدم قضية هذه الطفلة للمزايدة دون أن تقوم بأدنى مسؤولية تجاهها. كان قيادة الميليشيا دون التقاط الصور وكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تحظى بالرعاية اللازمة في صنعاء. فقامت ميليشيا الحوثي بتحريك دعوى قضائية في المحاكم الخاضعة لسيطرتها ضد المحامية زعفران وزوجها فؤاد المنصوري كعادتها في استخدام القضاء لترويع اليمنيين وإرهابهم ونهب أموالهم أيضا. قضى الحكم بإعدامهما وكذلك تغريمهما مبلغ 210 مليون ريال يمني في حادثة تكشف سوء استخدام وسائل الأدوات القضائية ضد الناشطين وضد المعارضين وضد من تصنفهم خصوما بل ضد من ترغب فيه. للتضامن مع زعفران زايد نشط هاشتاج باسمها بالإضافة إلى هاشتاج الحوثي يصدر أحكام إعدام بحق نساء اليمن وميليشيا الحوثي الإرهابية. عبر تغريدات عدة انتقد كثيرون الانتهاكات الحوثية في مجال حقوق الإنسان. مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي قال إن الحوثيين الإيرانيون تطاولوا وبطشوا وطغوا وأصبحت نساء وأطفال اليمن هدفا مباشرا لهم واستخدموا كل أساليب الإرهاب بحقهم مشيرا إلى أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. أما الناشطة اليمنية نورة الجروي أعربت عن تضامنها مع زعفران وقالت إن جماعة الحوثي تطاولت وبطشت وأصبحت نساء اليمن هدف مباشر لهم واستخدموا كل أساليب الإرهاب بحقهن. المغرد نشوان كهلان قال إن الجبان إذا تسلط أفرط وطغى وهذا ما يقوم به الحوثيون وأنهم سيستمروا في طغيانهم إن لم يتم توعية الشعب مشيرا إلى تضامنه مع زعفران زايد.